أزيد من 5000 قنطار من مختلف أنواع الحبوب، إنتاج حققته مؤسسة كوسيدار للزراعة التي استثمرت في المجال الفلاحي في أول تجربة لها بصحراء جنوب ولاية خنشلة، بعد استفادتها من عقد امتياز للاستثمار في مساحة تزيد عن 16000 هكتار. استفادت كوسيدار الزراعة من مساحة إجمالية تقدر ب 17000 هكتار في إطار الامتياز الفلاحي. المشروع الإجمالية تقدر به حوالي 4 مليار دينار جزائري. السنة الفلاحية 2018-2019 قمنا بزرع 960 هكتار، كانت أول تجربة لمجمع كوسيدار في زراعة الحبوب تحت الرش المحوري، اللي كانت أعطتنا مردود إجمالي 5600 قنطار كتجربة أولى. وهذه السنة نطمح إلى تحسين الإنتاج كما ونوعا. رغم التسهيلات المقدمة للمؤسسة، إلا أن غياب الكهرباء الفلاحية خلال الموسم الأول من الاستثمار ساهم في رفع تكاليف الإنتاج. خص الكهرباء، هذه السنة قمنا باستعمال المولدات الكهربائية، كما قمنا بإنجاز مشروع جلب الكهرباء على مسافة 23 كيلومتر، بالإضافة إلى الكهرباء الداخلية للمحيط اللي مساحته 2240 هكتار. تزويد محيط الاستصلاح بالكهرباء الريفية مطلع العام المقبل هو ما تهدف إليه هذه المؤسسة لتوسيع المساحة المزروعة لتشمل زراعة الزيتون ورفع إنتاجها مستقبلاً.